في أزقة التاريخ المعتمة، حيث تلتقي الحقيقة بالخرافة وتتصادم الحقائق مع الأساطير. نسافر اليوم عبر الزمن إلى القرن الماضي، حيث شهد العالم أحداثاً غامضة لا تزال تثير الرعب والتساؤلات حتى يومنا هذا. قصص منسية وأسرار مدفونة في أعماق الماضي، فما الذي حدث بالفعل؟ هل كانت تلك الحوادث مصادفة؟ أم أن هناك قوى غامضة تعمل في الخفاء؟ مبارزة مسرحية أمام جمهور من الأشباح. كانت صالة مسرح موهوك مزدحمة بالجمهور الذي راح يرتقب رفع الستار. تصاعدت ضحكات الجمهور السعيد، فيما عدا رجلين جلسا في مقعدين متجاورين من الصف الأول، وقد ظهر على وجههما مزيج من الاندهاش الشديد وعدم التصديق وغير قليل من الخوف. جرى ذلك في 3:30 فجرا في مسرح موهوك المهجور منذ 5 سنوات، والذي يقع بحي ألوست إند. لقد كان هذان الرجلان يعرفان بلا أدنى شك أن كل ما عداهما من الجمهور المحتشد عبارة عن أشباح. ومسرح موهوك كان على مدى سنوات عديدة نحسا على كل من عمل فيه، فقد سقطت كل المسرحيات التي قدمت على خشبته. أما في ذلك الوقت فقد كان المسرح مهملا مغلقا إلى أن ينتهي صاحبه إلى قرار بشأنه. وعندما جرت محاولة أخيرة لتجديده وافتتاحه تحت اسم جديد، منيت هذه المحاولة بالفشل أيضا. وقد شاع بين أهل الحي أن المسرح سواء كان يعمل أم كان مغلقا، فقد كانت الأشباح تسعى بين أنحائه. وفي عام 1943 دفع هذا كل من الباحثين موريس روزينغتون وليوس ميلر إلى محاولة إجراء بحوثهما داخل المسرح لمعرفة مدى صدق ما شاع. وقد وافق مالك المسرح على هذا بشرط ألا تصل أخبار بحوثهما إلى الصحافة حتى لا تضيف المزيد من سوء السمعة للمسرح. في 5 ديسمبر 1934 تحرك الباحثان إلى المسرح وقد عزما على تمضية الليل به. كان مبنى المسرح موحشا، لا تسمع داخله سوى أصوات ارتطام الرياح بنوافذه. بعد جولة قاما بها في صالة المسرح ومقصوراته وممراته وغرف ممثلي، توجها إلى خلفية خشبة المسرح، كان التراب يغطي كل شيء. سمع ميلر صوت حركة في حجرة الملابس المسرحية، فتح الباب بحرص ونظر داخلها. رأى رجلا ينحني لالتقاط سيف من المهمات المسرحية، وعندما خطى ميلر إلى داخل الحجرة اختفى الرجل. أما روزينغتون فقد كان يتجول على خشبة المسرح عندما أحس فجأة أن هناك من يراقبه. استدار فرأى سيدة تنظر إليه بفضول من بين كواليس المسرح، امرأة طويلة ممتلئة ذات شعر وعيون سوداء، وقد بدا وجهها من فرط الشحوب أبيض اللون. وبينما هو يراقبها راحت تسير متجهة عبر المسرح إلى الكواليس في الجانب الآخر من خشبة المسرح وتختفي بينها. اتجه الرجلان بعد ذلك إلى صالة المسرح، حيث جلسا في مقعدين متجاورين بالصف الأول في مواجهة مكان الأوركسترا، وانشغلا بتسجيل ما شاهده. وفجأة سمعا أصوات صخب وضحكات، وعندما استدارا وجدا لدهشتهما أن مقاعد المسرح قد شغلت كلها بجمهور يرتدي ملابس يرجع طرازها إلى 50 سنة مضت. وقد لاحظا أن ذلك الجمهور لم يكن يبدو حقيقيا، فقد كانت تسوده مسحة شحوب كالتي تظهر على الأموات. وفي إحدى المقصورات شهدا السيدة التي عبرت خشبة المسرح، ولكن لم تكن ترتدي تلك العباءة التي كانت تضم جسدها، بل ترتدي فستانا أنيقا للسهرة، وتميل على حافة المقصورة وتركز بصرها على خشبة المسرح. توقفت الضوضاء فجأة وارتفع ستار المسرح عن مشهد يمثل غابة، وقد وقف ممثلان يتأهبان لمبارزة بالسيوف، أحدهما أشقر له ذقن والآخر أسمر حليق الذقن. بدأت المبارزة بينما أمسك الجمهور في الصالة بأنفاسه ولم تكن تسمع غير قعقعة السلاح. ولاحظ ميلر أن المرأة التي في المقصورة تتابع المبارزة بترقب شديد. فجأة قفز الرجل الأشقر وغرس سيفه في صدر الرجل الآخر. صدرت صيحة من المرأة في المقصورة، لكنها كانت صيحة الفرح، ثم راحت تصفق بيديها في حماس كبير. هبط الستار وعلى الفور أصبحت الصالة خالية ومظلمة. في اليوم التالي جلس كل من روزينغتون وميلر في حجرة مستقلة،
وراحا يسجلان تقريرهما عما جرى، فجاءت تقريران متطابقين في كل التفاصيل. بعدها بدأ بحثا دقيقا في تاريخ مسرح موهوك، فكشفا عن حقائق غريبة في عام 1880، أي قبل ذلك الوقت بخمسين عاما. كانت تقدم على خشبة ذلك المسرح مسرحية تدعى العين الساهرة. تقاسم بطولتها الممثلان جاي لانغ وريموند روس، وكان معروفا أن روس كانت له قصة غرام مع زوجة لانغ، وقد تضمنت مشاهد المسرحية مبارزة بينهما. وذات مساء قتل روس زميله لانغ. المعروف أن سيوف المبارزة المسرحية تحمل في نهايتها كرة صغيرة لحماية الممثلين أثناء المبارزة. في تلك الليلة وجدوا سيف روس وقد نزعت منه هذه الكرة الدقيقة. وقد راجت وقتها شائعات تقول إن الزوجة العاشقة قد قدمت رشوة لعامل الملابس حتى ينزع الكرة الصغيرة من سيف روس. منذ ذلك اليوم راجت الأقاويل حول وجود الأشباح بالمسرح. حقيقة أخيرة: قبل وفاة الباحث موريس روزينغتون عام 1954، كان يواصل بحثه في الأرشيف المسرحي لإحدى الصحف، فعثر على صورتين قد حال لونهما، وشعر بصلة ما تربطه بالوجهين. ثم في التماعة ذاكرة مفاجئة عرف في الصورتين الممثلين اللذين قاما بالمبارزة التي شاهدها مع زميله على خشبة المسرح. وعندما قلب الصورتين قرأ الاسمين: جاي لانغ وريموند روس. معركة لا تنتهي مع الطائرة المقاتلة. استرخى الركاب في مقاعدهم داخل الطائرة، وراحوا يتبادلون الأحاديث والضحكات وهم يربطون الأحزمة. ارتفع صوت محركات الطائرة وهي تتهادى على طول ممر الإقلاع، وفي نهاية ممر الإقلاع بمطار غاندر في نيوفوندلاند أوقف قائد الطائرة الكابتن الكندي بوب نورمان طائرته الكونستليشن ألف هاء ياء ميم أربعة، وراجع جميع المؤشرات والأجهزة التي أمامه ليتثبت من أن كل شيء يسير على ما يرام قبل أن يقلع. لقد كان يسوده شعور قوي أن هذه الطائرة تعتزم قتله. فمنذ سنة بالضبط في 9 من يوليو عام 1947 مات قائد هذه الطائرة آرثر لويس فوق لوحة قيادة الطائرة بسبب غير معروف. وقبلها بسنة أخرى وفي نفس اليوم كادت أن تحدث كارثة للطائرة عندما تسلل جسم غريب إلى محركاتها. لقد مرت الطائرة هذه المرة وقبل إقلاعها بكافة الاختبارات والمراجعات على مدى 6 ساعات كاملة. وعندما انتهى نورمان من الاطمئنان على كافة أجهزة الطائرة وهي واقفة عند نهاية ممر الإقلاع، بدأت الطائرة تهتز بقوة وقد أمسكتها الفرامل في مكانها حتى اكتسبت الدفع المطلوب. ثم رفع الكابتن قدمه عن الفرامل فاندفعت الطائرة. وعندما بلغت سرعتها 145 ميلا في الساعة ارتفعت عن الأرض، ثم ما لبثت أن دخلت عجلاتها في داخلها. وفجأة التمع نور أحمر في لوحة القيادة وارتفع رنين جرس يعلو على صوت المحركات. لقد اشتعلت النيران في المحرك رقم 1. لقد بدا المحرك الذي جرى فحصه بدقة منذ ساعات كتلة من النيران. ضغط الكابتن نورمان على أحد الأزرار فانطلقت من تحت جناح الطائرة مواد الإطفاء فأخمدت الحريق. لكن مشكلة أخرى ظهرت على الفور، فقد بدا عن بعد في مواجهة الطائرة أحد المباني العالية، وكان مستوى تحليق الطائرة دون ارتفاع سطح المبنى. لم تكن المناورة بالطائرة لتفادي المبنى ممكنة مع تعطل أحد المحركات، وكان على قائد الطائرة أن يرتفع بها. وعندما حاول هذا لم تستجب الطائرة، واضطر الكابتن إلى استخدام آخر حيلة أمامه وهي الاعتماد على طاقة الإقلاع مستعينا بالمحركات الثلاثة الباقية. ومن المعروف أن طاقة الإقلاع تولد حرارة شديدة في المحركات وتحدث لها إجهادا كبيرا، ولذا فهي لا تستخدم عادة لأكثر من دقيقتين. حتى عندما لجأ القائد إلى هذه الوسيلة لم تستجب الطائرة. كانت المؤشرات تفيد أنها ترتفع لكنها لم تكن ترتفع، وذراع القيادة التي كان المفروض أن تتحرك إلى أعلى بدأت تتحرك إلى أسفل، وكأنما قد تسلطت على أجهزة الطائرة قوة تسعى إلى إفساد أي محاولة لإنقاذها. استمرت جهود نورمان بلا جدوى، وأخيرا مال مساعد الطيار لويس فورد بجسمه جانبا ومد يديه إلى ذراع القيادة وتعاون مع نورمان يبذلان كل قوتهما المشتركة في جذبها.
وقتها بدأت القوة المعاكسة تستجيب لقوتهما، ثم أخذت تتناقص، وارتفع أنف الطائرة بمسافة بسيطة فوق سطح المبنى. عادت الطائرة بعد ذلك إلى المطار، وأخذت تحلق فوقه حتى تستنفد ما بها من وقود. وفي برج المراقبة ارتفعت النداءات تحملها مكبرات الصوت: حالة طوارئ، حالة طوارئ. دقت أجراس الإنذار وانطلقت إلى الممر عربات الإطفاء والإسعاف. وبعد قليل هبطت الطائرة على الممر بسلام وسط السائل الرغوي الذي أطلقته عربات الإطفاء. لكن القصة لم تقف عند هذا الحد، ففي 10 من يوليو 1949 ظهرت عناوين الجرائد تحمل خبر كارثة الطائرة التي تحطمت قريبا من شيكاغو وهي في الطريق إليها، وكيف مات طاقمها المؤلف من 4 أشخاص و9 من ركابها. كان رقم الطائرة ألف هاء ياء ميم 4، وقائدها الكابتن بوب نورمان. 4 أميال سيرا على سطح الماء. في أحد أيام شهر يونيو استأجر رجل إنجليزي قاربا من أحد الصيادين في جزيرة والشرين بالقرب من الشاطئ الهولندي. راح يجدف بلا قصد في مواجهة الشاطئ، يقف بين الحين والآخر ليصبر غور البحر بقضيب خشبي كان يحمله فوق القارب، لكن لم يحدث ولو لمرة واحدة أن أدرك قاع البحر، فقد كان الشاطئ في ذلك المكان داكنا عميقا. وهكذا عاد نورمان فرانسيس إلى الشاطئ وقد اقتنع أخيرا بشيء واحد: منذ أكثر من 20 عاما حدثت له معجزة حقيقية جعلته يسير وهو الذي لا يعرف العوم فوق سطح الماء لمسافة 4 أميال. كان طوال هذه السنين يفكر كثيرا في نجاته الأسطورية. لقد كان جريحا ولا يعرف السباحة عندما سقط بمظلته فوق بحر الشمال ليجد شيئا يابسا تحت قدميه يسير عليه حتى الشاطئ. لقد ظن في بداية الأمر أن حظه الطيب أوقعه عند حاجز رملي مرتفع من قاع البحر يمتد حتى الشاطئ، لكن دراسته للخرائط البحرية لتلك المنطقة بعد ذلك وتجربته العملية التي أجراها بالقارب جعلته يتأكد من أن البحر الذي اجتازه عميق فعلا وبلا حواجز رملية تحت سطح الماء. في اليوم الذي حدثت فيه المعجزة كان صف ضابط نورمان فرانسيس يبلغ من العمر 30 عاما، وكانت قاذفة القنابل الإنجليزية التي يعمل على مدافعها تطير في اتجاه ألمانيا في غارة من الغارات الأخيرة قرب نهاية الحرب، عندما انقضت عليها إحدى الطائرات الألمانية المقاتلة وفتحت نيرانها حتى أسقطت الطائرة الإنجليزية في بحر الشمال. قبل أن تسقط الطائرة طلب قائدها من طاقمها القفز بالمظلة. قفز نورمان فرانسيس لكن طرف جناح الطائرة أصابه في صدره وجرحه أثناء هبوطه منها. قبل أن يفقد وعيه استطاع فرانسيس أن يجذب حبل المظلة حتى تنفتح، لكن يبدو أن غيبته عن وعيه لم تدم أكثر من بضع ثوان، لأنه ما لبث أن رأى نفسه وهو على ارتفاع 10,000 قدم يهبط نحو البحر الداكن الواسع. حاول أن يغير اتجاه حركته بجذب حبل المظلة وعلى أمل أن يهبط على اليابسة نظرا لأنه لم يكن يعرف العوم، فلم يفلح. وبمجرد وصوله إلى سطح البحر ضغط على زر خاص يتيح له أن يتحرر من المظلة، ويذكر أنه شعر بالماء البارد والظلمة تحيط به. لكن ما حدث بعد ذلك بقي لسنوات طويلة سرا محيرا يكتمه فرانسيس في صدره. يحكي عن هذا فيقول: أعتقد أنني كنت على بعد 4 أميال من الشاطئ فتيقنت من موتي، لكني وجدت نفسي أقف على قدمي فوق الماء، بل إذا شئت الدقة كنت أشعر كما لو أنني أقف على ساق واحدة، وتردد في عقلي صوت يقول: لا تقلق ستتم لك النجاة. كنت أقف على شيء متماسك ولكنه لين، اكتشفت أنني أستطيع السير. كان الماء يصل إلى ركبتي فقط، فأخذت طريقي إلى الشاطئ. خلال رحلتي هذه فقدت إحساسي بالوقت لأن رأيت بزوغ الفجر وأبصرت خط الشاطئ يبعد عني بميلين على الأقل. وصلت سيري حتى أحسست بالأرض تحت قدمي أكثر صلابة، ثم اكتشفت أنني قد وصلت إلى رمال الشاطئ. عندما وصل إلى الشاطئ أبصر عن بعد بطاحونة هواء وبعض البيوت الناصعة البياض، حبى على قدميه وساقيه حتى وصل إليها في ساعة من الجهد المستميت، وأخذ يدق على أحد الأبواب بقبضته. فتح الباب رجل هولندي عجوز أدخله إلى البيت. في ذلك البيت حصل فرانسيس على الطعام والرعاية الطبية العاجلة، لكن الهولنديين
قاموا بتسليمه إلى الألمان، ذلك أنهم لم يكونوا على استعداد لمواجهة بطش الألمان بتهمة إخفاء ومساعدة طيار إنجليزي. أمضى فرانسيس الأيام الباقية حتى نهاية الحرب في أحد السجون الألمانية، لكن ذكرى ذلك اليوم بقيت محفورة في عقله. وبعد 20 سنة انتهز فرصة عطلته الصيفية من عمله كرئيس للعمال في أحد المصانع، وسافر على نفقته إلى هولندا ليتحقق من صحة المعجزة التي حدثت له. الحلم الذي غير مجرى الحرب العالمية الأولى. في الأسابيع الأولى من الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا على شفا كارثة برية وبحرية، وفي فرنسا كان الألاف يموتون على الجبهة الغربية، وكانت قوارب يو الألمانية تبث ذعرا في بحرية الحلفاء. وفي الأسبوع الأول من سبتمبر 1914 تلقى مكتب لورد فيشر قائد البحرية البريطانية خطابا تقول فيه الممرضة سارة موريس: سيدي قائد البحرية، أود أن أحكي لك عن حلم رأيته في منامي. ولم يستطع أفراد المكتب أن يكتموا ضحكاتهم. هل من المعقول أن يسمح وقت لورد فيشر بقراءة تفاصيل حلم رأته إحدى الممرضات؟ ومع ذلك فقد غير ذلك الخطاب مجرى الحرب العالمية الأولى. كان من الصعب تصور أن لورد فيشر سيجد وقتا يضيعه في قراءة خطاب يتحدث عن حيتان تحمل قلاعا فوق ظهرها تحوم حول جسر فورث. ومع هذا فقد وجد خطاب الأنسة موريس طريقه إلى أمر البحرية البريطانية ميتشل جيبسون المسؤول عن الدفاع في منطقة فيرث أوف فورث الاسكتلندية، حيث وجد اهتماما. ذلك لأن جسر فورث الذي شاهدته الأنسة في حلمها لليلتين متتاليتين يعتبر ممرا حيويا لنقل الإمدادات إلى قوات الأطلنط البريطانية، وإلحاق أي ضرر بهذا الجسر كان سيرجع كفة الألمان في الحرب. لم تكن الأنسة موريس قد زارت اسكتلندا، لكنها كانت قد شاهدت صورا فوتوغرافية لجسر فورث، وهكذا تعرفت عليه عندما ظهر في منامها. وعندما تم الاتصال بها سألها المختصون عما إذا كانت الحيتان التي رأتها في منامها تشبه الغواصات، فأجابت: لا أعلم، لقد رأيت أجساما أشبه بالحيتان تدور وتدور حول دعائم الجسر. كان سر اهتمام القائد جيبسون بخطاب الممرضة أن مياه اسكتلندا كانت تمتلئ بقوارب يو الألمانية التي استطاعت أن تغرق عددا من القطع البحرية البريطانية وتقضي على حياة الآلاف من رجال القوات البحرية، مما جعل القيادة توقف الرحلات النهارية للقطع البحرية حتى لا تسهل مهمة الغواصات الألمانية. لكن القائد جيبسون سأل نفسه: هل تجرؤ الغواصات الألمانية على التسلل إلى منطقة فيرث أوف فورث حيث يوجد جسر فورث؟ وماذا يكون مصير الجسر الذي لا تهدأ فوقه حركة القطارات التي تحمل المؤن والعتاد البحري، والذي يصبح بدونه قطاعا هاما من القوات البريطانية بلا مدد أو فعالية؟ ذلك الخطاب جعل القائد ينتبه إلى حقيقة غابت عنه طويلا. لماذا لم تتخذ إجراءات حماية جادة للجسر؟ وعلى الفور قرر جيبسون أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية دعائم الجسر من قذائف الغواصات الألمانية عن طريق إحاطتها بصبات خرسانية. وهكذا بعد وصول خطاب الأنسة موريس إلى القيادة الاسكتلندية بعدة أيام بدأت مجموعات عمال الإنشاءات حركتها المكثفة حول دعائم الجسر، وقد أعطيت لهذه العملية أولوية قصوى. وفي ظرف أسبوع كان العمل قد أوشك على الانتهاء، رغم أن تقارير المخابرات العسكرية لم تفد عن تحركات قريبة للغواصات الألمانية، مما جعل القائد جيبسون يتخوف من أن حملته الوقائية هذه كانت تزيداً لا ضرورة له. في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغت فرقة الحراسة عن مشاهدة غواصة في المياه الجنوبية لفيرث أوف فورث، وفي نفس اليوم كان القائد جيبسون يراجع ما تم إنجازه من عمل لتدعيم الجسر. وجد أن الدعامة الثالثة للجسر لم ينتهي العمل عندها، فأمر بمضاعفة عدد العاملين، وهكذا تم العمل بعد ظهر اليوم التالي. بعد هذا بيومين في 7 أكتوبر 1914 عندما كانت المدمرة فيرليس تبحر بالقرب من فيرث أوف فورث، أبلغت عن مشاهدة غواصتين ألمانيتين بعد عبورها جسر فورث. شاهدت المدمرة بعد ذلك انطلاق 3 توربيدات من الغواصتين تستهدف الدعامة الثالثة للجسر.
أخطأ توربيدان طريقهما، وأصاب التوربيد الثالث دعامة الجسر دون أن يؤثر عليها نتيجة لوجود الكتل الخرسانية حولها، وحتى لا تصيب قذائفها الجسر نفسه. ثم صبت نيرانها على الغواصتين، فغطست واحدة واستطاعت الهرب، بينما أصيبت الأخرى بعد أن استقرت إحدى القذائف في جوفها، فانقلبت على ظهرها وغطست إلى القاع. وهكذا تحقق حلم الآنسة سارة موريس. لعنة الفراعنة تلاحقها بعد 40 عاما. كانت السيدة جوديث بيكل ترافق صديقتين لها في زيارة لمقبرة توت عنخ آمون، بعد اكتشافها مباشرة على يد العالم الأثري هوارد كارتر، الذي وصل إلى كشفه عام 1922 بعد 6 سنوات من العمل المضني والبحث الدائب في منطقة وادي الملوك بصعيد مصر. قالت جوديث لصديقتها: هيا بنا نخرج من هنا، فأنا خائفة. لكنها لم تستطع أن تخرج معها، فقد أحست أن يداً غامضة تجذبها للبقاء بالمقبرة. منذ ذلك التاريخ لاحقت لعنة الفراعنة السيدة بيكل، وامتدت إلى عائلتها وممتلكاتها. تلك اللعنة التي حلت بالمجموعة الأولى التي اقتحمت المقبرة عند اكتشافها، والتي كانت مكونة من 19 رجلاً. مات منهم 11 شخصاً خلال السنوات العشر التالية، بعضهم في ظروف غامضة غريبة، والبعض الآخر بطريقة عنيفة وحشية. كانت زيارتها لمقبرة توت عنخ آمون هي الذروة بالنسبة للرحلة التي قامت بها إلى مصر، فقد كانت المقبرة تقريبا في نفس الحالة التي وجدها عليها هوارد كارتر. مضت السيدة بيكل ومن معها يهبطن الدرج الحجري الذي كان يفصل عالم الأحياء عن عالم الأموات على مدى 3265 سنة. وقد وجدت مومياء توت عنخ آمون في حجرة صغيرة، وعلى ضوء مصباح الغاز الذي يضيء الحجرة أخذت تتطلع مأخوذة إلى تقاسيم وجه الفرعون الطفولية، والتي يكشف عنها القناع الذهبي المطعم بالجواهر. وقفت السيدات الثلاث ساكتات وقد استولت عليهن قوى غير مفهومة، وفجأة صرخت إحدى السيدات عندما احتك خفاش مندفع بذراعها. اندفعت الصديقتان هاربتين إلى ضوء الشمس المبهر خارج المقبرة، لكن جوديث بيكل لم تتبعهما. كانت تحدق كالمنومة في الوجه الذهبي للملك الإله. تقول السيدة بيكل وهي تستعيد ذكرى ذلك اليوم بعد 40 عاما: كانت لرؤية المقبرة على الطبيعة تأثيره العاطفي الرهيب على نفسي. كنت أشعر في كياني وفي كل جسدي بهزة قوية، وقد أحسست ساعتها أننا قد بددنا السلام الذي كان يرقد فيه جثمان الفرعون. عادت السيدة بيكل من القاهرة إلى بلدها، وبدأ النحس يلازم حياتها. بعد أسبوع من عودتها مرض والدها مرضا خطيرا، وكان قبل ذلك في خير صحة وعافية، ثم ماتت والدتها، وبعد أسبوع آخر مات كلب الأسرة الأثير إلى نفسها، ثم بعد أيام سرقت سيارتها، وكذلك اقتحم اللصوص منزلها وسرقوا جواهرها. عندما تتابعت الأحداث المؤسفة والحزينة، بدأت السيدة بيكل تربط بينها وبين وجود بعض القطع التذكارية التي حملتها معها من مقبرة توت عنخ آمون. لقد تذكرت ما حدث للسكرتير السابق لهوارد كارتر الذي يدعى ريتشارد ثيل، والذي مات بطريقة غامضة غير مفهومة. وقد ازدحمت حجرته بالآثار الفرعونية التي حملها معه من المقبرة، وما حدث لوالده لورد ويستبري جامع الآثار المصرية القديمة المعروف، فقد انتحر قفزا من نافذة على ارتفاع 70 قدما. لهذا جمعت السيدة بيكل كل التذكارات التي أحضرتها معها من المقبرة: بعض قطع الأحجار من حجرة الدفن، وبعض الخرز، وقطع من الصخر البلوري. جمعت هذا كله وألقت به في النهر، وجاءت النتيجة أقرب إلى المعجزة. لخمس سنوات تالية مضت حياتها ناعمة هنية، لكن في الذكرى 5 لإلقاء الآثار في النهر عاد النحس ليلازم حياتها مرة ثانية: حادث تصادم خطير مع سيارتها، وفاة والدها، اشتعال النار في منزلها، والغريب أنه وسط الحطام المتفحم لم تسلم سوى صورة ملونة كبيرة لمقبرة توت عنخ آمون أرسلتها إحدى شركات البترول لزوجها على سبيل الدعاية للشركة. وتذكر السيدة بيكل أنه بعد هذا بسنوات قليلة وصلتها بالبريد إحدى المجلات،
بمجرد أن لمست المجلة شعرت بوخز مؤلم ورهيب في رأسها. أسرعت تقلب صفحات المجلة، وعلى إحدى الصفحات ظهرت تحتل الصفحة بالكامل صورة توت عنخ آمون يتفرس فيها بعينين محملقتين. فألقت المجلة بأكملها في النار، لكن هذا لم يمنع الأحداث المؤلمة من أن تتواصل في حياتها. فبعد هذا مباشرة توفي اثنان من ألصق الأقارب على غير توقع، وخسرت خسارة فادحة في نشاط مالي كانت تشارك فيه، وأخذت صحتها في التدهور، وراحت تشكو من آلام في رأسها وبدنها ليس لها تفسير معقول. فهل يمكن أن يكون تعاقب هذه الأحداث الغريبة قد جاء على سبيل الصدفة؟ يقول الدكتور آر إس ماردرو، الأستاذ الفرنسي المتخصص في التاريخ المصري القديم: أنا واثق تماما من أن قدماء المصريين توصلوا إلى طريقة يستطيعون بها إشاعة جو ديناميكي حول المومياء بالاعتماد على الطقوس السحرية. هذا بالإضافة إلى أنه فوق رأس توت عنخ آمون كتبت هذه الجملة التي لها دلالتها، والتي تقول: ترديد اسم الميت يبعث فيه الحياة مرة أخرى. تشهد تحطم الطائرة قبل الحادث بخمسة أيام. هبطت الطائرة ذات الأربعة محركات مقتربة من سطح الماء، ساعية إلى الشريط الساحلي الذي يضم ممر الهبوط، لكنها قبل أن تصل إلى الأرض ارتطمت بسطح الماء، فاختل توازنها، فضربت الأرض بأحد جناحيها، ثم تحولت إلى كتلة من اللهب. هكذا ظهر المشهد في منام السيدة جون واليك المقيمة في لونغ بيتش، مما جعلها تهب من نومها مذعورة. كانت الساعة قد جاوزت الثالثة من صباح 29 من يناير 1962، وراحت السيدة واليك تطمئن نفسها قائلة إن الأمر ليس أكثر من كابوس مخيف. لكن قلقها لم يلبث أن ثار من جديد عندما تذكرت أن الطائرة التي رأتها في الحلم هي نفس الطائرة التي يعمل عليها زوجها كملاح جوي. في ذلك الوقت كان زوجها في إحدى رحلات شركة سليك للنقل الجوي على طائرة الكونسليشن التي طار بها أكثر من مرة قبل ذلك. لكن أين هو الآن؟ وهل هو بخير أم لا؟ لم تكن تعرف. الشيء الوحيد الذي تقوله بثقة وإن الحلم الذي رأت فيه تحطم الطائرة كان حلما حيا بطريقة غير عادية، من النوع الذي تلتصق تفاصيله بالذاكرة. اتصلت تليفونيا بمكتب شركة سليك للطيران تحاول أن تعرف مكان زوجها جو واليك في ذلك الوقت. كل ما استطاعت أن تفيد به الشركة لطمأنتها أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادث من الحوادث لطائرات الشركة، وأن الطائرة التي عليها زوجها تطير حاليا في الجانب الشرقي من الولايات المتحدة لنقل حمولة من البضائع، وأنها ستعود إلى الشاطئ الغربي بعد عدة أيام. مع هذا لم تتخلص السيدة واليك من هواجسها، وراحت تنقل قلقها إلى عائلتها وجاراتها وصديقاتها، والبعض هز كتفيه استهانة، والبعض الآخر ضحك من مخاوفها. لكن أحدا منهم لم ينس أنها وصفت نوعا معينا من الطائرات جرت له حادثة معينة. في الرابع من فبراير 1963 ظهرت صحف لونغ بيتش وقد حملت في صدر صفحاتها العناوين الرئيسية التي تقول: زوجة تتنبأ بتحطم الطائرة في حلمها. لقد ألح الكابوس على أفكار السيدة واليك وسبب لها قلقا متزايدا، فاتصلت صباح الأحد 3 فبراير مرة ثانية بمكتب شركة الطيران التي يعمل بها زوجها. قالوا لها إن الطائرة لا تعاني أي متاعب، وإن زوجها سيصل بطائرته إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي في نفس الصباح. وضعت الزوجة سماعة التليفون وأطلقت تمهيدة تعبر بها عن ارتياحها، لكن هذا الارتياح تبدد تماما عندما تذكرت فجأة أن مطار سان فرانسيسكو الدولي تقبل عليه الطائرة عبر الخليج، وأنها رأت الطائرة في منامها تضرب سطح الماء قبل أن تتحطم مشتعلة فوق الأرض. عاد إليها قلقها بشكل أقوى، فأجرت اتصالا تليفونيا بمكتب الشركة في سان فرانسيسكو، وكانت على الخط عندما وصلت طائرة زوجها إلى المطار مرتطمة بالأرض وقد اندلعت فيها النيران. مات 5 أشخاص من طاقم الطائرة، وبقي 4 أمكن إنقاذهم، وكان زوجها من بينهم. الاختلاف الوحيد بين الحلم والحقيقة أنها رأت الطائرة في حلمها ترتطم بالماء قبل أن تصل إلى الأرض، بينما هي في الحقيقة لم تلمس الماء،
لكنها هبطت خارج الممر فاشتعلت فيها النيران. قالت صحف لونج بيتش: لقد رأت السيدة حادث تحطم طائرة زوجها في أحلامها قبل أن يحدث بخمسة أيام. كانت وفاته دليل البراءة من تهمة السرقة. عندما بدأ رجال شرطة شيكاغو تحرياتهم للكشف عن محاولة اقتحام إحدى الشقق الفخمة في حي نورث سيد، كانوا مقتنعين بأن خبايا الحادث ستتكشف بسرعة بفضل المعلومات التي تجمعت تحت أيديهم. لقد أكد شاهدان أمام الشرطة أنهما قد تعرفا على الرجل الذي هرب من مسرح الجريمة. جرت محاولة اقتحام الشقة في الواحدة والنصف بعد ظهر الرابع من أبريل 1953. كانت الشمس ساطعة تتيح للشاهدين رؤية واضحة. قالا إن المجرم الهارب هو ويليام بروكس البالغ من العمر 32 عاما، وقالا إنهما شاهداه يهرب من المبنى بعد أن فشل في فتح باب الشقة. فهل كانت الشهادة صادقة أم كاذبة؟ استطاع المخبرون التابعون لشرطة شيكاغو العثور على بروكس وإحضاره إلى مركز الشرطة في وقت قليل، وقد وجدوا وسط تنجيد مقعد سيارته مفكا عليه علامات طابقت الآثار التي على باب الشقة تماما. وقد أثبت ممثل الادعاء أن بروكس من معتادي الإجرام، وطالبت بعقوبة مشددة تبقيه إلى أطول زمن بالسجن. لم يتوقع بروكس الرحمة من المحكمة، لكن حدث أثناء المحاكمة أن أعيد إلى السجن انتظارا لما يسفر عنه التحري حول نقطة في القضية. ولحسن حظه كانت هذه النقطة المفتاح الذي قاد إلى براءته من هذه التهمة. لقد غرق ممثل الادعاء في استكمال التحريات حول القضية الغريبة التي رواها بروكس كنوع من الدفاع عن نفسه. وعندما وقف بروكس في المرة التالية أمام ممثل الادعاء روى قصة غريبة تفيد أنه لم يكن من الممكن أن يرتكب هذه التهمة التي يحاكم من أجلها، لأنه في ذلك الوقت كان من الناحية القانونية ميتا. كان بروكس يقيم في مستشفى للمحاربين القدماء يعالج من قرحة أصيب بها. وعندما غادر المستشفى في مارس 1953 اختلطت أوراقه بأوراق مريض مات أثناء علاجه. وفي يوم اقتحام الشقة كان بروكس قد توجه إلى إدارة مستشفى المحاربين القدماء في ضاحية من ضواحي شيكاغو ليثبت للمستشفى أنه ما زال على قيد الحياة، حتى يأخذ منهم ما يؤكد ذلك ليتمكن من مواصلة استلام إعانة العجز العسكرية التي اعتاد أن يتسلمها. في تمام الساعة 1:44 من ظهر ذلك اليوم كان بروكس يجلس في مكتب إدارة المستشفى انتظارا لورود الإجابة على البرقية التي أرسلها المكتب ليستوثق من شخصيته وصحة كلامه، الأمر الذي أثبت بما لا يقبل الشك أنه لم يكن الرجل الذي شوهد في مسرح الجريمة على بعد عدة أميال. وهكذا استطاع بروكس أن يحصل من الحكومة على ما يثبت أنه ما زال على قيد الحياة، وحصل في نفس الوقت من المحكمة على حكم بتبرئته من محاولة السرقة واقتحام الشقة. المخلوق العملاق الغريب على شاطئ تسمانيا. رغم العدد الكبير من العلماء الذي تصدى لدراسة الظاهرة على مدى سنتين، لم يستطع أحد أن يتعرف على كنه ذلك الجسم الذي ظهر على الشاطئ. ففي منتصف يوليو 1960 هبت على تسمانيا بأستراليا أعنف عاصفة شهدتها في تاريخها. وبعد انتهاء العاصفة اكتشف السكان وجود ذلك المخلوق فوق رمال الشاطئ بعد أن جرفته الأمواج العالية. كان بن فينتون صاحب مزرعة تربية المواشي مع بعض رجاله يحيطون بقطيع كبير بالقرب من الشاطئ على بعد ميلين من مصب نهر انترفيو، عندما اكتشف اثنان من الرجال جسما ضخما مغطى بالفراء يرتمي على الشاطئ. أسرعا ينقلان الخبر إلى السيد فينتون الذي حضر إلى مكان الجسم الهائل الغريب وراح يتأمله، ثم أسرع يبلغ المسؤولين. وبعد وصول العالم الذي أوفدته الحكومة تعاقب على الموقع عدد من العلماء. أتى بعضهم بطائرة الهليكوبتر حتى يصلوا إلى الجسم الغريب الذي أتاهم خبره في أسرع وقت. وجد العلماء بقايا مخلوق عملاق لم يرد له ذكر في أي مرجع علمي. كان قطره يصل إلى 20 قدما. يتكون جلده الخارجي من مادة ليفية بيضاء. يكسوه شعر بني قصير، ويصل سمك هذا الجلد إلى بوصة كاملة.
وقد بلغ من قسوة وصلابة ذلك الجلد أن ضربات الفؤوس لم تترك به سوى آثار طفيفة. ومن أجل الحصول على عينة من هذا الجلد لفحصها معملياً، واصل عالمان قويان لأكثر من ساعة كاملة ضربهما ذلك الجسم بفؤوس حادة مسنونة. وبعد حين جاءت نتائج دراسة العلماء لتزيد اللغز غموضاً. لم يستطع العلماء أن يصلوا إلى علاقة بين هذه العينة وبين أي شيء جاء ذكره من الأحياء التي تعيش على كوكبنا وفقاً لأدق المراجع العلمية. واكتفى كبار علماء الحيوان الذين عكفوا على دراسة ذلك الجسم أنه ليس بأي حال من الأحوال جزءاً من حوت. وقال علماء آخرون جاءوا بعدهم أن هذا الشيء ليس جزءاً من أي مخلوق معروف. وعندما تقدم أحد النواب في البرلمان الأسترالي باستجواب حول هذا الوحش الرابض على الشاطئ في مارس 1962، طار فريق من العلماء جمعتهم الحكومة على عجل إلى الشاطئ التسماني بحثاً عن حل لهذا اللغز. وعند وصولهم قرروا أن دراسة هذا الجسم ستقتضي منهم عدة أسابيع على الأقل. لكن بعد يوم واحد من إقامتهم قال متحدث باسم الفريق العلمي إن هذا الشيء عبارة عن مخلوق عملاق، لكنهم أجمعوا جميعا على أن هذا المخلوق لا يشبه في شيء أي مخلوق معروف للإنسان. وبعد سنة كاملة من هذه الواقعة كان ذلك المخلوق العملاق ما زال مرتميا على شاطئ تسمانيا دون أن ينجح أحد في كشف لغزه. الوحش يصطاد الكولونيل ترامبل بالحربة. بدأت المأساة يوم 21 أبريل عام 1923. كان الكولونيل آرثر ترامبل الذي اعتزل الخدمة العسكرية في العام السابق يسير بصحبة كلبه بروس عبر الضيعة التي اشتراها في الأراضي العالية الاسكتلندية والتي كانت تطل على بحيرة وانتن المتصلة بالبحر عن طريق فتحة ضيقة. كان ترامبل قد سمع الكثير من الروايات عن وحش يعيش في البحيرة يطلق عليه بالمنطقة اسم الثعبان، لكنه لم يكن قد رآه وكان لا يتوقع أن تتاح له هذه الفرصة. لكنه فوجئ ذلك اليوم برؤية ذلك الوحش. رأى عين الوحش تبدو كشق في رأسه الضخم المدملج، أما جسمه الذي ظهر جانب منه فوق الماء المتموج فيصل عرضه إلى 20 قدما على الأقل. وسط دهشته الشديدة أسرع كولونيل ترامبل يمد يده إلى آلة التصوير التي يعلقها حول عنقه وصوبها نحو ذلك الهدف. وبمجرد أن ضغط بإصبعه على زر آلة التصوير اندفع كلبه بروس الذي كان يقف ساكنا اندفع في اتجاه الماء، وقد ارتفع رذاذ الماء واشتد هبوب الريح. عاد ترامبل يضغط على زر آلة التصوير وهو ينظر من حيز الرؤية بها آملا أن يحصل على صورة واضحة للوحش الذي كان قد اختفى. عندما عاد كولونيل ترامبل إلى بيته كتب تقريرا مفصلا بما رأى وأخرج الفيلم من آلة التصوير وأرسله إلى أقرب محل لتحميضه. وفي اليوم التالي تسلم ترامبل الفيلم والصور. ظهر رأس الوحش وعنقه بشكل واضح وسط الرذاذ، فكتب رسالة إلى جريدة التايمز أرفقها بصورة الوحش منتظرا الضجة التي ستثيرها رسالته. منذ ذلك اليوم أصبحت سهرة كولونيل ترامبل الدائمة في مكان قريب من البحيرة انتظارا لظهور الوحش في أي لحظة. ورغم أنه لم يرى في البحر على مدى هذه الأيام إلا بعض الاهتزازات في سطحه، إلا أن هذا لم يثبط همته. في مساء الأول من مايو أبلغته السيدة دوريس دوجال مديرة منزله أن الكلب بروس مفقود. وبعد بحث طويل داخل البيت وحوله أقبل أحد الجيران دكتور روبرت ماكارديش يحمل أخبارا عن الكلب. قال إنه كان يصطاد عند البحيرة عندما رأى بروس يسبح على مسافة بعيدة من الشاطئ، ثم فجأة هاجت المياه واختفى الكلب. صاح كولونيل ترامبل وقد تملكه الغضب: هذا الشيء يجب أن يموت وأنا مسؤول عن ذلك. لم يفهم دكتور ماكارديش معنى كلمات جاره وظنها على سبيل التعبير عن غضبه لفقد كلبه. في اليوم التالي وضع ترامبل خطة لقتل الثعبان.
أوفد مديرة منزله إلى السوق لشراء قطعة كبيرة من لحم الحصان الطازج. وفي المساء بعد أن أمضى معظم يومه في الجراج، خرجت ترامبل يحمل حقيبة ضخمة، ثم مضى في طريقه إلى البحيرة. كان القمر يلقي بضوئه على سطح البحيرة عندما وصل إليها. وضع أحماله في القارب ومضى يجدف مبتعدا عن الشاطئ، ثم أسقط قطعة لحم الحصان الضخمة التي اختفى داخلها خطاف قوي من الصلب يتصل بحبل متين طوله 100 متر. وقد ثبت على مسافة من قطعة اللحم عوامة كبيرة تطفو فوق سطح الماء لتحدد موقع الخطاف، وعاد بعد ذلك ممسكا بالطرف الآخر من الحبل حيث ثبته جيدا إلى الشاطئ. لقد انتهى الآن من وضع مصيدة لذلك الوحش الكريه. عندما عاد إلى الشاطئ في صباح اليوم التالي يحمل معدات الهجوم على الوحش، وجد العوامة ما زالت تتراقص في مكانها. في مساء الرابع من مايو كان الظلام مخيما على المنطقة، وعندما قال كولونيل ترامبل مديرة منزله أنه سيمضي في نزهة على شاطئ البحيرة أثار هذا دهشتها، كما أنها لاحظت شيئا غريبا في صوت وتصرفات الكولونيل. وعندما لم يعد الكولونيل من نزهته حتى 9:30 مساء، توجهت السيدة دوغال إلى باب بيته وفتحته متطلعة إلى الخارج عسى أن ترى الكولونيل قادما. ووسط الظلمة المطبقة وصلت إلى سمعها صرخة بعيدة. أسرعت إلى البستاني الذي يعيش في كوخ قريب، وذهبا معا في طريق البحيرة يبحثان عن الكولونيل. وكم كان فزعهما عندما وجد آرثر ترامبل راقدا وسط الأعشاب النامية في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ وقد فارقته الحياة. كانت حربة طويلة من حراب خطاف متصل بحبل طويل تخترق قلبه. ووسط الجو المقبض سمعت السيدة دوغال صوت أشياء غريبة، أشياء ضخمة تسبح تحت الماء مبتعدة عن الشاطئ.